قام محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال بتفقد محطة مياه فريال في أولى جولاته الميدانية للوقوف على شكوى أهالي مناطق وسط المدينة من تكرار انقطاع وضعف المياه للشرب والعمل على انتظامها، كما استمع إلى شرح لأبعاد المشكلة والحلول الجاري تنفيذها من رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. ووجه المحافظ بإعداد خطط متكاملة لعرضها على المحافظة لوضع حلول عاجلة وسريعة للقضاء على مشاكل انقطاع وضعف المياه خاصة بمناطق وسط المدينة لرفع أي معاناة عن كاهل المواطن الأسواني على الوجه الأكمل، مكلفا بضرورة التفاعل الفوري مع أي شكاوى جماهيرية والتنويه المسبق بوقت كاف عن أي انقطاع للمياه بغرض تنفيذ أعمال الصيانة أو الربط أو خلافه، مع توفير عربات المياه في المناطق المستهدفة لعدم تعرض المواطنين لأي معاناة خلال فترات انقطاع المياه.